تفقد محافظ أسيوط عصام سعد عددا من المدارس الجديدة التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد محافظ أسيوط أن المدارس التي تم وجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة بلغت حوالي 500 مدرسة، من بينها مدرسة ضمن 88 مدرسة أيضا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار عصام سعد إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول تهدف أساسا للدولة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظات خاصة في القرى الأكثر احتياجا. خلال الفترة اللي فاتت يعني شيدوا الكثير من المدارس اللي هي قللت الكثافة الطلابية عندنا في الفصول. لما هنتكلم بالأرقام هنقول مثلا احنا عندنا شيد خلال الفترة السبع سنوات الفترة اللي فاتت بما 500 مدرسة، 500 بما يقارب 500 مدرسة، 400 وشوية بما يقارب 500 مدرسة. دي بتعمل لها مثلا حوالي 7500 فصل وضيف للأبنية التعليمية عندنا في محافظة أسيوط. منهم 88 مدرسة تم تشييدها في المبادرة الرئاسية الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة بإجمالي 1250 فصل. الفصول دي كلها والمدارس دي كلها لما نحب نقيمها حاليا كقيمة مادية تتجاوز 3.5 مليار جنيه مصري.